السلام عليكم، شلونكم يا غوالي؟ طمنونا عنكم، طمنونا كيف كان معكم دوري الحروب. انا هون بكلان ابطال سوريا، اخذنا مركز اول بدوري ابطال مستوى 3، واستخدمت بالسبع جولات كلها هجمات جوية، والحمد لله يعني كانت النتيجة ممتازة جدا. السبع جولات العلامة الكاملة مثل ما شايفين، انا هون انا والشاب اللي معنا بالكلان والشباب كلها يعني ما شاء الله عليهم قبضايات، بس يعني البعض خانوا موضوع الوقت لأنه في شيء بيستخدم ملكة ماشية، ويعني استراتيجيات للأسف يعني كان ممتازة يعني، والشباب لعيبة كتير، بس طبعا عامل الوقت وأي غلطة هيك بتعرفوا كيف بهذا المستوى. فأنا هون رح أعرض لكم الهجمات تبعي بالسبع جولات، واللي حابب يرجع للشرح لاستراتيجية الهجوم هاي كمان موجودة بالقناة، أنا بكذا فيديو شرحت عن هاي الهجمة الجوية تحديدا. واللي بحب ينضم للكلان كمان رح أترك لكم اسم الكلان والآي دي تبع الكلان. كمان نحن بحاجة يعني تاونات 16 تقريبا شبه ماكس تكون، والمهم طبعا مو بس يعني اللعب، يعني الأخلاق الشباب هون كلها ما شاء الله عليهم يعني لعيبة وعلى كيفكم. فاللي بحب كمان ينضم للكلان 100 أهلا وسهلا. طبعا الغرض من عرض هي الاستراتيجية بسبب الفعالية، يعني ممكن تشوفها انه الخطوات بسيطة، بس فعلا انا جربت كثير هي الاستراتيجية، وممكن اذا داومت عليها اتطور منها. انا لها وصلت لهذا الشكل، جربت كثير من الهجمات، وانا كنت عم اخذ من قبل بالدعم بدل البالونات السوبر مينيون، بس هو طبعا مشان انه الواحد ما يستنى الدعم كتير، واذا ما كان حدا حاطط عنده سوبر مينيون فيفضل انه تاخذ معك بالونات، ما في اي اشكال نهائيا. وانا يعني بالسبع جولات يعني ما في غير هجمة واحدة كانت شوية مخاطرة، بس بالاجمال مثل ما شايفين شكل الهجمة هاد كان اغلب الهجمات هيك بنفس الشكل، يعني هجمة جدا على المرتاح، بس مجرد الاتقان والمداومة عليها الاستراتيجية جدا جدا رائعة وكتير ممتازة. فان شاء الله هيك تعجبكم الهجمة، واللي عنده اي سؤال اي استفسار كمان بالتعليقات ان شاء الله رح جاوبكم. عموما انا رح اترك لكم برابط الوصف رابط الجيش، ورح اترك لكم اسم الكلان والاي دي، اللي بحب يفوت على الكلان تاونات 16 شبه ماكس، وكمان يسأل على أبو الحسن هو مستلم الوضع، ورح أترك لكم روابط شرح هاي الاستراتيجية. طبعا أنا هون رح تشوفوا شوي في تغيير بالاستراتيجية، طبعا بين هجمة وهجمة، مثل مثلا هون أنا كنت حاطط 3 سبلات استنساخ، طبعا هذا الشيء بيرجع للتصميم. على العموم أنا رح أترك لكم تتابعوا كمالة الفيديو، اللي بحب يتابع كل الهجمات بالجولات السبعة. لطفا وكرما يا غوالي لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ومشكورين جدا على الدعم سلفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
Thank you.